يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اخبارنا، اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه. زي عادتنا في برنامج اخبارنا بنبدا حلقتنا باهم العناوين. عوده الفارس الابيض. معتمد جمال ابن الزمالك. الونش يقترب. كابتن حمادة أنور في ضيافة أخبارنا. مع موضوع حلقتنا النهارده واللي انا حابه جدا اعرف راي حضراتكم عنه عشان دايما بنتظر الفقره دي عشان نبقى بنتواصل اكتر مع بعض، عايز اعرف اجاباتكم على سؤال حلقتنا النهارده بعد اعلان قائمه مباراتي جيبوتي وسيراليون وتوقعاتكم لمشوار المنتخب الاول في تصفيات كاس العالم. يا مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانية واهلا بيكم من جديد، حقيقة ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بالنسبه لي انا كمها يعني يوم مش عادي، يوم مش عادي في مسيرتي المهنيه كاعلاميه بقى وكمذيعه. فرحانه قوي ان انا رجعت تاني، وبحس دايما في قناه نادي الزمالك ان انا مش مجرد مكان انا بشتغل فيه ورجعت له، حاسه ان انا راجعه البيت، رجع بيتنا، رجع العيلة كده. قاعدة هنا حاسة ان انا للواحد في قمة راحته من حيث ينتمي او الى حيث ينتمي. قناة نادي الزمالك قناتنا الحبيبة على قلبنا كلنا. نفسي اوصف الاحساس اللي انا ممكن اكون حاسة بيه دلوقتي، طول اليوم بجهز وبحضر وطلعين وبتاع، بس عمال اوصف عمال اقول طب انا اللحظة اللي هقف فيها قدام حضراتكم مرة تانية دي هيبقى شكلها عامل ازاي. أنا لقيتها لحظة سعيدة جدا يمكن ما أقدرش أوصفها، دايما لحظات السعادة صعب جدا أنك أنت توصفها. الحقيقة النهاردة يوم مهم جدا، قناة الزمالك أنا بشوفها أن هي كانت وما زالت أهم محطة في حياتي المهنية. طبعا من خلال قناة الزمالك أنا تعرفت على حضراتكم كلكم، حضرتكم طبعا كنتوا دايما واقفين معايا ودايما بتشجعوني ودايما داعمين ليا ودايما كنتم سند، يعني سند وظهر الواحد فعلا في وقت من الاوقات قدر ان هو يتسند عليه، وكنتوا يعني قد الرهان ده او قد ان انا اقول انا بمر بمشكله فلاقي لا جماهير الزمالك موجوده وبتسال عليا. فحسيت انه لا الايام الكتير او السنه اللي انا قعدتها داخل قناه الزمالك الحمد لله فرقت معايا جدا نفسيا، عشان كده مفيش تردد لحظة ان اللحظة دي انا بجد كنت مستنياها وحباها جدا. حابة ان انا رجعت تاني لعيلتنا الكبيرة، عيلة قناة نادي الزمالك، فخورة جدا باللحظة دي الصراحة. وان شاء الله من خلال برنامج اخبارنا هكون معاكم. شعارنا معروف دايما وانتم مش جداد على البرنامج ولا جداد عليا، كل اللي يهمنا هي اخبار نادي الزمالك. بنحاول دايما معاكم في البرنامج ان احنا نحلل مع بعض ما وراء الاخبار، بنقدم كل حاجه تهم الاسره الزملكاويه في كل مكان. نادينا نادي الزمالك الحبيب دايما هتفضل هنا من خلال برنامج اخبارنا، بنقدم لكم كل المعلومات اللي تهمكم عن نادي الزمالك. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نبدأ حلقتنا، لأن أنا عندي كلام كتير جدا عايزة أتكلم معاكم في حاجات كتيرة جدا حصلت الفترة الأخيرة، حابة أن أنا أتكلم معاكم. عايزة أبدأ معاكم من عند المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك الأستاذ أحمد سالم، وعن ظاهرة غير صحية بالمرة وهي الشائعات، وأنك أنت تربط اسم نادي الزمالك بأنه بيتفاوض مع مدربين، المدربين دول متعاقدين بالفعل مع أندية أخرى. طيب بشكل المدير الفني اللي هيجي لنادي الزمالك ده هيكون على مستوى
عالي جدا، مستوى عالي جدا، مستوى يليق بنادي الزمالك، عارف اللي بيحصل داخل نادي الزمالك، عارف ان المهمة طبعا مش هتبقى سهلة بالمرة. عشان كده بقول لكم ان مدرب نادي الزمالك بيتم اختياره يا جماعة الحمد لله من مجلس كفء، مجلس له باع طويلة جدا في الإدارة الرياضية والكروية، مجلس له باع طويلة جدا في الإدارة وفي الاستثمار. طيب باختصار كده، في معايير، وطبعا كلنا عارفين ده، ان في معايير بيتم من خلالها اختيار المدير الفني. طيب ايه اول حاجة في المعايير دي او تهمنا قوي كلنا؟ ارساء المبادئ. طيب المبادئ اللي نادي الزمالك ترجمها في وقت مش من كتير، في قرارات انا شفتها قرارات تربويه مش هنقدر ننساها وهتفضل خالده، وقرارات تاريخيه الصراحه، وهي تخص الثلاثي اللي تم عرضه للبيع. حضراتكم برضو عليكم دور، جماهيرنا على مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا، انتم لازم تقاوموا ده ولكن بشكل هادي جدا. حاولوا ان الشائعات دي ما تأثرش عليكم قوي. دلوقتي الحمد لله الدنيا احسن كتير قوي قوي قوي. اي شائعة ممكن تقابلك، انت مصدرك الوحيد ومصدرك الرسمي لاي خبر هو نادي الزمالك بكل منظومته الاعلامية. وكده كده يعني عمر ما نادي الزمالك ولا احنا هنا في قناة الزمالك ممكن نتأخر على حضراتكم ثانية في ان احنا نقدم لكم كل معلومة، بس انا لازم عشان اديك معلومة ابقى انا متحرية الدقة جدا في المعلومة دي، ولازم المعلومة دي تبقى صادقة بنسبة 100%. انت بتاخد مني المعلومة بتقدر ان انت تتداولها، لان انت بتقول انا واخد المعلومة دي يا اما من المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك يا اما واخدها من قناة الزمالك، فمش هتعرف انك انت تراجع، خلاص هي دي مصادر موثوقه بالنسبه ليك. والحمد لله زي ما بقول لكم انا مبسوطه دلوقتي بالاجواء داخل نادي الزمالك، من زمان كنت بتمناها، اجواء هاديه جدا. كلنا لازم نساعد ونشارك في ان الاستقرار ده والهدوء ده يدوم طيله العمر. تاني محور في حلقتنا النهارده عايزه اتكلم معاكم عليه طبعا هو فريق الكره واستعداداتنا الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن معتمد جمال المدرب العام والمدير الفني المؤقت بدأ يشتغل من دلوقتي على ماتش أبو سليم الليبي في افتتاح مشوارنا في الكونفدرالية. عفوا. طيب الماتش ده هو ضربة البداية، ضربة البداية بقى في كل أحلام جماهير نادي الزمالك. احنا أحلامنا كونفدرالية، لازم تأكد على هدفك الكبير ولازم تسعى لهدفك الكبير. هدفك الكبير ان انت تحقق الكونفدرالية لأسباب كتير جدا. أولا انت محتاج تستعيد ألقابك القارية، تاني حاجة برضه انت محتاج ان انت تتقدم في تصنيف الكاف، تالت حاجة تفرض نفسك على لقب تاني وهو السوبر الإفريقي. انت عندك منافسة شرسة جدا جدا في الكونفدرالية، صعبة جدا، خاصة ان انت موقوف من القيد وعندك مشاكل، فلا الموسم صعب او الفترة دي صعبة لحد ما ان شاء الله يعني مشاكل النادي تتحل. الكونفدرالية الموسم ده بيشارك فيه فرق كبيرة جدا، انت عندك الافريقي التونسي، نهضة البركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري. دي يعني عايز اتكلم معاكم برضو عن المجموعة اللي مع نادي الزمالك. طبعا مجموعتنا هي نادي الزمالك، نادي الزمالك، سجرادا الانجولي، اكاديمية سوار الغيني، وابو سليم الليبي. عفوا. احنا هنا في قناة نادي الزمالك دورنا ايه بقى؟ دورنا مع حضراتكم احنا وانتم. كل اللي علينا الفترة الجاية ان احنا ندعم فريقنا بشكل قوي جدا وبشكل كبير جدا، وكده كده انا عارفة ان حضراتكم مش محتاجين حد يقول لكم ده، يعني مفيش حد في الفترة الأخيرة ليه يد في أي فوز بيحققه نادي الزمالك إلا ما كانت جماهير نادي الزمالك ليها السبب الصراحة في هذا الفوز. البطولة دي مش سهلة، عندنا
ماتش ممكن نبني عليه، هو انا بعتبره بصراحه البدايه اللي انت بقى تبني عليها بدايتك الحقيقيه في الموسم يعني، وهي مباراه بيراميدز الاخيره وفوزنا وتاهلنا، وكان ماتش طبعا عظيم جدا، ماتش كل الناس بتتكلم عليه، ماتش فيه كل حاجه في الدنيا دي ممكن تتخيلها، متعه كرويه، ركلات ترجيح، كل حاجه في المباراه دي. انا شفتها مباراه مكتمله العناصر يعني، مباراه بصراحه على قد ما هي موتره واعصابنا راحت فيها، بس هي مباراه غاليه. يمكن عايز تقول لك انتوا فرحتوا الفرحه دي يعني عشان يعني انتوا لسه في ايه، ما خدتوش البطوله يعني، ولكن بتبقى فرحتك بعد المعاناه دايما، الفرحه اللي بتيجي بعد المعاناه دي بتساوي الف فرحه. يمكن لو كانت جت بالسهل طبعا كناش فرحنا الفرحه العظيمه دي، ولكن هي عشان جت بصعب شويه، المباراة رايح جاي، بيراميدز يسجل الزمالك يسجل، ها لحد ركلات الترجيح، فكانت المباراة يعني تشد الأعصاب قوي، إلى أن الزمالك الحمد لله في النهاية قدر بقيادة طبعا كابتن معتمد جمال أن هم يوصلوا للنهائي. فعايزين نبني على كده، عايزين نبتدي بقى في البطولات، فتح يعني تاريخ كده البطولات، نبدأ بقى كأس مصر وبعد كده كونفدرالية وإن شاء الله الدوري. الدوري مر منه لحد دلوقتي 6 أسابيع، لو فكرت هتلاقي إن المهمة صعبة، ولكن أنا في حاجة اتعودت عليها مع الزمالك الصراحة، إن مفيش حاجة مع الزمالك اسمها مستحيل، يعني أنا ممكن أراهن حد يقعد يقول لي لا والله الزمالك مش هيقدر مش هينفع، ده مش مع الزمالك بجد، يعني أنت الزمالك ما تقدرش تراهن عليه في خسارة. دايما تقول اه والله ممكن يخسر المباراه دي، ولكن تلاقي الزمالك لا، في المباريات عنده روح، عنده اصرار، عنده عزيمه زي اللي احنا شفناها في مباراه بيراميدز، وتلاقيه قدر ان هو يحقق الفوز. والحقيقه ان في وجود المعادله الكامله للنجاح، المعادله الكامله للنجاح دي هي انضباط، احتراف، انتماء، وهو ده شعارنا كلنا الفتره الجايه، سواء مجلس اداره، سواء هنا في قناه نادي الزمالك، او كمان جماهيرنا، فكل ده ان شاء الله يفرق معانا الفتره الجايه. تعالوا مع بعض بقى نروح امريكا نستقبل كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس المنتخب المصري السابق، نساله بقى عشان يعني نشوف رايه ايه في مباراه الزمالك وبيراميدز. انتوا عارفين قد ايه المباراه دي كانت عظيمه جدا. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذ مها، صباح الفل هنا في امريكا. انت عندك نهار. مساء الفل. انا دايما اكلم حضرتك ويبقى عندك نهار وانا اقول لك مساء الخير، محتاجه اتعلم. منور قناه الزمالك. لا مفيش مشكله. ده نورك الله يخليك. عايز اخد رايك في مباراه بيراميدز، شفت المباراه دي ازاي؟ احكي لي كده تفاصيلها، عشتها ازاي اليوم ده؟ احكي لي كمتفرج، سيبك من خليني كمتفرج وبعد كده نتكلم فني. لا كنت متفرج طبعا، متعه متعه من الفرقتين، ماتش كاني بتفرج على ماتش خماسي، فما هجمه هنا هجمه هنا، طبعا متعه لان الجمهور مش عايز اكثر من كده، فطبعا متعه بالنسبه لك كمتفرج. بالنسبه بقى كتدريب يعني بتبقى صعبه شويه على المدرب، لك ما فيش تنظيم، الماتش مفتوح، اي حد ممكن يكون في اي وقت. فطبعا في كلام تاني، بس كجول مالي كبكلم دلوقتي كمتفرج، لا كان ماتش جميل وماتش ممتع، ويا ريت ماتشات كتير زي كده. ماتش بيراميدز نقدر نبني عليه الفتره اللي جايه ان شاء الله، خاصه ان انت داخل على كونفدراليه. طبعا طبعا حتى لو الاداء والكلام ده، لا انت مكسب، ومكسب فرقه كبيره زي بيراميدز، فرقه كويسه، وفي الظروف اللي الزمالك فيها، طبعا انا وتدي الثقه كثيره للعيبه انك انت كسبت بيراميدز وانت مش في احسن حالتك الاداريه، ولسه مجلس اداره جديد جاي والكلام ده، فطبعا يقول لك انا ممكن اكسب اي حد دلوقتي لما استقر شويه والامور تمشي شويه كويس. طبعا هيبقى تدي الثقه دفع الفريق قويه جدا يعني، انا من رايي الشخصي يعني، وخاصه معاهم مجلس اداره محترم ومجلس اداره جاي جديد عادي يشتغل، مجلس اداره جاي بيحب نادي الزمالك، جاي يخدم نادي الزمالك. دي حقيقة. أنا ليا معرفتي في 2 أعضاء مجلس إدارة كحراس مرمى، كان أحمد سليمان وحسين السيد، فدول أصدقاء ليا أكثر وأعرفهم شخصيا قبل ما يكونوا أعضاء مجلس إدارة، دول ناس عاجين مصلحة لعامة لنادي الزمالك، يعني هم جايين بس مش هم يعني مش كلهم فعلا يعني زملكاوية بنسبة 100% الحمد لله.
مشكله نادي الزمالك دلوقتي، ومش نادي الزمالك بس، ومصر كلها، الفلوس اللي اللعيبه بتقبض اكتر ما اكتر. يعني احنا بصراحه بنستهبل في موضوع اللعيبه. يعني في لعيبه في مصر 90% من اللعيبه في مصر اغلى من اللعيبه في امريكا هنا. أيوة. بياخدوا اكتر من اللعيبه في امريكا. بس يعني الحمد لله، مع يعني مؤخرا مع الاداره داخل نادي الزمالك بيبقى في دلوقتي معايير وسقف كمان للتعاقدات والرواتب وغيره، فالحمد لله. انا بشكرك جدا يا كابتن ونورتني، والحقيقه كنت سعيده جدا بوجود حضرتك معايا، وما كانش ينفع طبعا النهارده ان انا يعني ما استقبلش حضرتك واسالك كمان على مستوى عواد. خلونا دلوقتي هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع ونبدا مع اخبارنا. لم يكن نجاح معتمد جمال ابن الزمالك في مواجهة بيراميدز مفاجأة لمن تابعوا مسيرة أحد أبرز المدربين في مصر خلال آخر 15 عاماً. معتمد جمال في مواجهة بيراميدز هو امتداد لمسيرة طويلة في عالم التدريب لرجل قاد منتخب مصر للشباب، اكتشف العشرات من الموهوبين إلى جانب عمله لسنوات كمدرب عام. ساهم في فوز منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، وكذلك التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وواحد من أهم دارسي علم التدريب في كرة القدم، وعمل مع العديد من المدربين الكبار في عالم الساحرة المستديرة. معتمد جمال ابن النادي، اسم عملاق في كرة القدم الزملكاوية، مدافع صلد دافع كثيراً عن الأبيض، وساهم في حصد الألقاب الكبرى رغم أن الإصابة حرمته من اللعب كثيراً وأجبرته على الاعتزال المبكر، إلى أن معتمد جمال مدافع الزمالك أحد أبرز نجوم التسعينات، نجح في صناعة تاريخ له كلاعب، أبرزها الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 1993 و1996، وكذلك الفوز بالسوبر الإفريقي مرتين، وغيرها من البطولات المحلية الكبرى. ونبدأ أخبارنا كالعادة مع نادينا الزمالك. بدأت أخبارنا طبعا من عند الفريق الأول، واللي منتظر عودته للتدريبات بكرة الحد بعد ما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة طبعا الكابتن معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر للموسم الماضي. والحقيقة أن الزمالك كان محتاج للراحة في الفترة دي، خصوصا أن في فترة توقف دولي هيخوض خلالها منتخبنا مواجهتين في تصفيات كأس العالم أمام جيبوتي وسيراليون، والزمالك هيبدأ فترة الإعداد لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر ليها الساعة 6 مساء يوم الحد 26 نوفمبر، ودي هتكون في استاد برج العرب. لسه مع أخبار الفريق الأول، وخلال فترة الراحة كان كابتن معتمد جمال حريص على متابعة أخبار المصابين، خصوصا بعد ما تعرض أكتر من لاعب للإصابة في مباراة بيراميدز. تعرض سيد عبدالله نيمار ونبيل عماد دونجا للإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة، وعلشان كده تم استبدال الثنائي في مباراة بيراميدز، وكمان اشتكى محمود علاء من آلام في العضلة الخلفية، ومن المنتظر كمان خضوعه لبرنامج تأهيلي. والثلاثي المصاب محمود علاء وسيد نيمار ونبيل عماد دونجا هيخضعوا لفحوصات طبية بعد استئناف الفريق للتدريبات للاطمئنان عليهم، وإن شاء الله تبقى إصابات خفيفة. تعال نروح بقى لنجمنا محمود حمدي الونش. محمود حمدي الونش بيؤدي حاليا تدريبات تأهيلية بشكل مكثف، وده تمهيدا لعودته مرة أخرى للتدريبات بعد غياب طويل بسبب الإصابة. والحقيقة أن الونش من اللعيبة طبعا الرجال اللي ما يختلفش عليهم اتنين أبدا. الونش أجرى
جراحة الرباط الصليبي في شهر يونيو الماضي في ألمانيا، واستكمل البرنامج العلاجي والتأهيلي في الإمارات، وأصبح قريبا من العودة. ودي من الأخبار الجميلة جدا. طبعا الونش هيخضع لاختبار طبي خلال الأسبوع الجاري لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية. من الوارد أن الونش يعود للتدريبات الجماعية قريبا، وده بناء على التقرير اللي هقدمه الجهاز الطبي للجهاز الفني. الونش حاليا في المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي. حاليا طبعا كلنا بنتمنى عودته بشكل سريع جدا. الونش لاعب لا غنى عنه سواء كان في الزمالك أو في المنتخب، وغيابه مؤثر جدا، فان شاء الله يرجع لنا بسرعه. لونش زي ما اقول لكم واحد برضو من اللعيبه بصراحه اللي نادي الزمالك ما يقدرش ابدا ان هو يستغنى عنهم. لعب برضو داخل ارض الملعب، حامي نادي الزمالك، او يعني قلب دفاع نادي الزمالك يعتمد عليه. لا لونش وقائد كمان على فكره يعني. طيب احنا كده خلصنا اخبار نادينا، او دي كانت ابرز اخبار نادينا. تعالوا مع بعض نروح لاخبارنا المتنوعه. بدات اخبارنا من عند بعثه منتخب مصر للشباب، واللي وصلت يعني بعثته النهارده الظهر الى تونس تمهيدا لخوض بطوله شمال افريقيا والتي تنطلق يوم 14 نوفمبر الجاري. وترأس البعثه محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره اتحاد الكره، وتضم 22 لاعب. واسفرت قرعه بطوله شمال افريقيا لمنتخبات الشباب عن مواجهه منتخب مصر للشباب مع ليبيا، وده هيكون يوم الاربعاء 15 نوفمبر الجاري. بعد كده هيكون في مواجهه مع الجزائر، وده هيكون يوم 17 من نفس الشهر، ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الاحد 19 نوفمبر، وبيختتم مشواره في البطوله امام المغرب 21 من الشهر زي. طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر للشباب ان شاء الله في البطوله، قدروا انهم يحققوا العديد من الانتصارات. تعالوا بعد نروح لبيراميدز، وبيستعيد فريق بيراميدز خدمات رضا بوبو لاعب خط الوسط في مواجهه مازيمبي الكونغولي بالجوله الاولى في دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا، والمقرر ليها يوم الجمعه 24 نوفمبر، دي هتكون الساعة 6 مساء على استاد الدفاع الجوي. وأنهى رضا بوبو برنامجه التأهيلي اللي خضع ليه في أحد أكبر مراكز التأهيل في الإمارات لمدة شهر، وبيخوض حاليا تدريبات تأهيلية لاستعادة لياقته البدنية. من المنتظر أن يستعيد بيراميدز خدمات اللاعب في مواجهة مازيمبي المقبلة، ودي هتكون بعد فترة التوقف الدولي الحالي. خلينا دلوقتي نستقبل كابتن شكري الخطوي، وهو المدير الفني لفريق ابو سليم الليبي اللي هيواجه نادي الزمالك في الكونفدراليه المباراه القادمه. مساء الخير يا كابتن. تحيه ليك، تحيه لكل جماهير نادي الزمالك، وبصفه عامه تحيه لكل الشعب المصري. طبعا التحيه لحضرتك. في البدايه طبعا عايز اسال حضرتك، شايف ازاي المباراه دي، او شايف المواجهه هتكون ازاي مع نادي الزمالك؟ هي في الحقيقة مواجهة صعبة، تعرف ما يمكن حتى حد ما كانش حد مثلا يعني غير اي كلمة الزمالك، الزمالك يطلع عليها في بعض الخبرة تكون صعبة، رغم انا كان تشوف نادي بوسليم تحسن حتى تقول نادي بوسليم كانت مجموعة ممتازة على روح المجموعة، روح انتصارية عرفناها في المباراة الدور الاول والدور الثاني، صحيح احنا مع ياسين قويين كما الاولمبيك بيجي صاحب كيس دولز ماضي، ولا كان طلع سيتي صاحب خبره كبيره، ورغم ذاك كنا حاضرين وترشحنا ان شاء الله نكون متربيين 26 نشوفوا فريق ممتاز اسمه نادي بوسليم، مش نعملوا اي مباراه نلعبوها نلعبوا باش ناخذوا في هذه البلاد ان شاء الله نكونوا موفقين. هي مباراه اخرى اللي يكون في الملعب على خير، هو اللي خسر يكون نادي بوسليم صعب في المجموعة دي إن شاء الله.
يعني عايزة بس قبل ما يعني انتقل للسؤال التاني يا استاذ حضرتك، بس تكون في مكان في شبكة، اللي احنا طبعا محتاجين جدا نسمع حضرتك ونسمع طبعا عن هذه المواجهة اللي تكون ما بين نادي الزمالك وبين نادي ابو سليم الليبي. عايز اسأل حضرتك، مين اللعيبة في سكواد نادي الزمالك اللي لافتين نظرك جدا؟ لا شوف، ممكن في عديد اللاعبين الممتازين الزمالك ما يشك حتى ما انت في القيمه الفنيه لاعبي نادي الزمالك، اخذ تذكر زيزو ما نحبش نقعد نسمي برشا وابناء بلدي سوى الجزيري ولا الاسلوبي، هذا لاعبين ممتازين. وبعد هذا ما ثم عديد اللاعبين ممتازين تفرجت نادي الزمالك في عديد المباريات الاخيره. صحيح نادي الزمالك كما حكيت في تاريخ محترم ومحترم جدا، نسمع حقيقه بان الزمالك ما كانش في احسن حالات، والمباريات الاخيره كما بدايه المواسم الفارطه نعرفوا كما قولوا بالتونسي الكبير يمرض وما يموتش، باش نكونوا محترمين وان شاء الله بقدره ربي باش تكون مباراه ممتازه بين الشرطه وباش نجمو يتفاجئ بتاريخ ممتاز اسمه نادي بوسليم ان شاء الله بروح المجموعه اللي عند اللاعبين وبالرغبه معناتها في تحقيق نتائج ايجابيه. تعرف على مدى مباراه وعلى مدى 90 دقيقه يقعد كل شيء جايز في كره القدم. اكيد طبعا حضرتك بتتابع النادي الزمالك الفتره دي ايا كانت المباراه، طبعا اكيد حضرتك متابع بشكل جيد جدا. شفت ازاي مباراه الزمالك مع بيراميدز؟ مع بيراميدز الاخيره شفت الزمالك رجع معناتها بارابور المباريات السابقه، كانت شخصيه موجوده في كان نادي الزمالك متاخر في المباراه في كل مره يرجع في المباراه ماهيش مسألة، هذه صفه من صفات الفرق الكبرى. ان شاء الله قدرت ربي يكونوا في احسن حالاتنا في مباراه يوم 26، كما كان هجوميا نادي الزمالك كان موجود بكل ثقله، كما دفاعيا كان ثم اخطاء وكان تمكن بيراميدز من تسجيل 3 أهداف ايضا. المباراه هتتحدد ان شاء الله هتبقى في تونس ولا في ليبيا؟ توا رسميا نادي بوسليم مش ياخذ مباريات معناتها اللي نستقبلوا فيها منافسين في عنابة في الجزائر ان شاء الله. صحيح عنا معناتها في الدور الاول ودور ثاني لعبنا في تونس في رادس اليوم في الجزائر. معلش انا معلش مسامح حضرتك كويس عشان الشبكه اوقات بتقطع، يعني هيكون في الجزائر؟ قلت لك متاكد توا في الجزائر وبالتحديد في مدينه عنابة. صحيح الدور الاول لعبنا في رادس في عنابه في الجزائر ان شاء الله، نستقبل المنافسين نتاعنا سواء نادي الزمالك ولا الفريق الانغولي ولا الفريق الغيني ان شاء الله. ان شاء الله. هتبقى حضرتك متوقع المباراه دي هتبقى عموما فنيا شكلها عامل ازاي؟ هل هتبقى عامله زي مثلا مباراه بيراميدز، يعني مباراه يعني اثاره من الدقيقه الاولى لاخر دقيقه، ولا هتبقى شايف رتم المباراه دي عامله ازاي؟ تاني حاجه، ايه طموح يعني فريق حضرتك الفتره اللي جايه؟ شوف، هي مباراه مش تكون فيها معناتها مش تكون فيها اثاره، مش ديما نحطوا نادي الزمالك في المقام بتاعه، فريق ممتاز وممتاز جدا كما قلت لك من بكري، وانا مش تشوف نادي بوسليم ان شاء الله في احسن حالات وتقعد مباراه كره قدم على مدى 90 دقيقه. كل شيء جايز فيها، ما يجي نتمناه في الاخير خاطر احنا باش نلعبوا باش نلعبوا 6 مباريات، دونك ماهيش باش تكون معناتها الاستثناء مباراة الزمالك. المهم في الأخير إن شاء الله يا رب نشوفوا نادي الزمالك ونشوفوا نادي بوسليمة في الدور القادم إن شاء الله. تعرف المباراة الخبرة والطموح، خبرة نادي الزمالك في المنافسات الإفريقية وطموح نادي بوسليمة اللي في أول مشاركة إفريقية لقاروحه في دوري المجموعات، ماهيش مش سهل ضد منافسين كما كنت نحكي لك كانوا منافسين معناتها من حجم ثقيل. بشكر حضرتك جدا وحقيقي بجد كنت منورنا كابتن شكري القطف المدير الفني لفريق ابو سليم الليبي. بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا داخل قناه الزمالك، كنت منورنا طبعا ومشرفنا. عايز اقول لحضراتكم ان احنا كده نكون خلصنا كل اخبارنا، هنطلع فاصل قصير جدا وبعدها نرجع ونستقبل ضيفنا كابتن حماده انور مدير الكره السابق بنادي الزمالك.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه انا سعيده جدا وفخوره جدا ان انا النهارده بينورني في برنامج اخبارنا كابتن حماده انور. كابتن حماده انور هو مدير الكره السابق بنادي الزمالك وكان عضو مجلس اداره سابق وحاليا مدير اداره المنتخبات داخل اتحاد الكره. ولكن بجد بشكل شخصي يسعدني جدا كابتن حماده انور، لان من ساعه ما الناس عموما على السوشيال ميديا داخل نادي الزمالك عرفت ان معايا كابتن حماده انور، وهم يعني عدد كبير جدا من التعليقات على اخلاقه وقد ايه هو ابن من ابناء نادي الزمالك وقد ايه هو محب وعاشق لنادي الزمالك وقد ايه عنده ثقه كبيره جدا من قبل جماهير نادي الزمالك. فانا فخوره جدا بوجود حضرتك معايا النهارده. انا اللي سعيد ان انا اكون موجود معاك يا مها طبعا، وفي قناة نادينا وبيتنا. سعيد طبعا ان انا موجود النهارده، وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه كده ان شاء الله. يا رب الله. انا كنت حريصه جدا بصراحه ان حضرتك تبقى معايا، بالذات بعد فوز الزمالك وبيراميدز، وبتابع كتير جدا على القنوات الاخرى يعني تحليلات حضرتك، وبشوفك تحلل بشكل بسيط جدا بشكل الناس بتفهمه، فبحس ان انا قاعده مستمتعة جدا. لغة سهلة، لغة بسيطة، مش معقدة، الناس قاعدة مركزة فاهمة حضرتك بتقول ايه. فحبيت جدا بصراحة ان انا اولا مع عودتي تاني لقناة نادي الزمالك، ومع ان في فوز مهم جدا الزمالك على بيراميدز، ان حضرتك تكون معايا. وخلينا نبدأ بقى من مباراة بيراميدز، نبدأ بالإيجابي يعني. طبعا يعني هي مباراة زي ما انا يمكن قلت في اول تصريح ليا، إن المباراة ديت هي نتيجة القرارات المحترمة لكل ولاد نادي الزمالك، وبأكد على ولاد نادي الزمالك. احترمت القرار، لأن احنا كان لو القرار كان عكس كده كنت هتلاقي فيه رغي كتير جوه أوضة اللبس، هتلاقي فيه لعيبة مشتتة، هتلاقي فيه لعيبة بالإيجاب ولعيبة بالسلب. لكن أنا بالنسبة لي ان القرار اللي اتاخد هو كان من اسباب، او مش من اسباب، هو السبب الاول برجوع الروح والاصرار اللي كانت موجوده عند اللعيبه. ويمكن انا قلت ان كل لعيب في المباراه دي لعب بروحين، بالروح اللي هي ان هي القرار مخليهم ان هم لا اي حد يخرج عن النص بعد كده، مفيش تهاون، ودي اهم حاجه. تاني حاجه ان انت النهارده بتقاتل علشان خاطر النادي وعشان خاطر الفانيلا. معلش احنا مش هننكر ان قبل المباراه كل جمهور الزمالك كان خايف. انت عندك السكواد بتاعك ضعيف، في نفس الوقت عندك ثلاث لعيبه تم ايقافهم، وعندك اصابات، وعندك اصابات. فالنهارده بدايه القرارات الصحيحه هو اقاله اوسوريو. من وجهه نظري اوسوريو خد من نادي الزمالك ما ادهوش. لكن انا النهارده بلعب مباراه كل اسبوع. فانت بدايتك مع الموسم اصلا مش بدايه صحيحه. لما تيجي النهارده تعمل فتره اعداد 12 يوم، هي لا يمكن تبقى دي فتره اعداد. لما تيجي كمان اول ما فتره الاعداد تبتدي وتروح تغيب عن الفريق 5 ايام، فدي بالنسبه لك كارثه. يعني انت 12 يوم منهم 5 ايام المدير الفني بتاعهم مش موجود، يعني انت مش متواجد اصلا. فانت بتدي، هو ده انت النهارده بتقول للعيبه ان انا مش في دماغي، انا مش مركز. لما المدير الفني بتاعي ما بقاش موجود فتره الاعداد، يبقى انا لا اسال، يبقى انا دي البدايه. لما اجي كمان قبل مباراه ان انا ادي 48 قبل مباراه زد، وادي 48 ساعه اجازه وانا خسران من انبي، واجي كمان اليوم الثالث ما احضرش التمرين، طب ما هو انت التسايب ده هو اللي بيؤدي للتسايب اللي احنا شفناه. سواء من اللعيب، ما هو انا النهارده اللعيب بالنسبه لي المدير الفني هو القدوه بتاعي. هو ان انا النهارده بشتغل على اساس ايه؟ المدير الفني هو اللي بيخلق حاله من الانضباط داخل الفريق. المدير الفني اللي اللعيبه بتلاقيه مركز، اللعيبه بتلاقيه موجود من بدري قبل اللعيبه كلها ما يبقى موجودين، اللي هو متعايش مع اللعيبه، اللي هم اللي هو في الفندق بتلاقيه قاعد اغلب الوقت في اللوبي بيجتمع مع اللعيبه كل شويه. يعني احنا طول عمرنا ما كنا بنشتغل، اشتغلت مع مديرين فنيين كتير، بتلاقي كل شويه يقول لي مثلا انا عايز خط الدفاع اقعد معاه في الساعه كذا للساعه كذا، خط الوسط كذا، خط الهجوم كذا، اللعيبه اللي هتبقى بره السكور خالص عايز اقعد معاهم عشان يكلموا من النواحي النفسيه. كل ده اثناء الليله بتاعه المباراه. انت النهارده مش رايح ليله المباراه تفسح، انت مش رايح تقعد في اوتيل، لا انت رايح تشتغل. انا بتكلم لكل الجهاز مش بتكلم مدير فني بس. لما اجي ابص بقى في الاخر ان انا الحاجات اللي انا بشوفها دي كلها، ده طبيعي. النهارده مدير فني مش موجود، مدير فني مسافر، مدير فني مدي اجازه، فالنهارده ده طبيعي اللي انا بشوفه داخل المعسكر داخل نزمك. فعشان كده انا بقول ان القرار اللي اتاخد من قبل مجلس ده هو قرار رادع، مش لفريق الكوره بس، لا هو للنادي ككل. لان معلش هو مين اقوى من لعيب الكوره؟
لعبه كره القدم هي اللعبه الاولى الشعبيه الاولى طبعاً. صح ولا غلط؟ عندنا في مصر. فانت النهارده لما تيجي النهارده تعمل كده مع نجوم واسماء كبيره وقبل مباراه سيمي فاينال في كاس مصر مع فريق كبير زي بيراميدز، يعني انت النهارده حطيت المبادئ قبل اي حاجه تانية، قبل النتيجه، مش كان وارد ان لا قدر الله ان احنا ممكن نخسر؟ كان وارد. كان وارد وكان ده توقع على فكره صح ناس غلط. كتير دي وكانت حقيقة. بس الناس كانت متقبله حتى لو خسرنا صح. بس ما نبقاش خسرنا كل حاجه. فده كانت من الحاجات المهمه اللي فرقت مع لعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك حتى اللي كان في الملعب او كان موجود في الاستوديوهات او اللي كان موجود في الشارع. بس برضو ما كانتش سهلك ان انا اقول، وده حاجه ريسك جدا، ان انا اقول ايه لا مش شرط البطولة دلوقتي هعوضها، بس مش هعوض ان انا ارسخ المبادئ دلوقتي. ما هو انت كنت ممكن تخسر الاثنين. انت كنت ممكن تخسر ان انت تخرج، وكنت بقى خسرت برضو المبادئ والانضباط اللي انت ناوي تعمله الفترة اللي جاية، فانت كنت ممكن تخسر الاثنين. وانا يمكن اقول قلت انتصار المبادئ هو عنوان مباراة اللي فاتت بتاعة الزمالك وبيراميدز. هو انت النهاردة المبادئ هي اللي انتصرت صح. المبادئ هي اللي انت النهارده كان عندك امل كل ما يدخل فيك جول تجيب جول تعادل، كل ما يدخل فيك جول انت تخيل ان انت بتجيب جولين في الوقت الاكسترا تايم، انت فاهمه ازاي؟ ده تعادل دونجا ده. ايوه انا لسه بقول لك يعني قولي دونجا في خلال ال 90 دقيقه الاولانيين، لكن انا بتكلم في الاكسترا تايم داخل داخل جولين وانت بتجيب وبتتعادلي والجمهور عنده امل، يعني احنا موجودين وكل الناس قاعده عندها امل ان انت ترجع. غريبه قوي الروح دي وغريبه قوي الجمهور. برضه نفس الكلام لو تفتكر ماتش ارت سولر، وقتها برضو كنت انت خسران وما فيش امل خلاص، وبرضو الجمهور كان ليه عامل برضو في المباراة دي طبعا، لانه كان ممكن يهدم، كان ممكن يهدك، كان ممكن يقلب عليك في المباراة، فانت ما بتعرفش ترجع تاني. انت بيدخل فيك جول الجمهور يشجع اكتر بالظبط، يدخل فيك جول الجمهور يشجع اكتر فده اللي بيدي الحافز للعيبة. هو معلش مع احترامي انت لو بصيتي على الدكه اللي كانت موجوده والاسماء اللي موجوده انت مش لاقي حد تنزل في الخط، يعني معتمد، وانا متاكد ان معتمد لما ابتدى يعمل التغييرات وابتدى يفكر في سامسون. هو سامسون. خلاص هو انت النهارده بتفكر في سامسون ليه؟ هو الوحيد اللي موجود بره على دكه البدلاء سنتر فيرود، انت عايز يبقى في سنتر فيرود جوه ال 18، فعشان كده انت فكرت في سامسون، انت فاهم ازاي؟ هو راجل بعيد خالص وبيجيب جول سبحان الله. انا لسه بقول لك النهارده كل اللي حصل في المباراه دي كل الناس عماله تستغرب له. النهارده عواد ما كانش موفق اثناء ال 90 دقيقه، لكن موفق في خلي بالك ضربات الجزاء في ضربات الجزاء شاله على الاعناق، والجمهور قال لك عواد، وبعد ما كان الناس كلها لو المباراه خلصت والزمالك خرج كان ممكن عواد هو اللي يشيل المباراه. خلي بالك بالنسبه خلي بالك اخر ركله ترجيح كان بيسددها بيراميدز مصطفى فتحي وقتها جمهور نادي الزمالك هتف بشكل هستيري جدا باسم عواد، فما اعرفش ايه اللي حصل، ففعلا وقتها عواد قدر يصد الكره، فكنت حاسه ان الروح وقتها متكامله بشكل مش طبيعي، ان ازاي الروح اتنقلت فجاه لعواد ان انا هصد الكره دي، وفعلا يعني قدر ان هو يصدها. ما انا هقول لك على حاجه، دي برضو بترجع للخبرات يا ما. النهارده عواد قدر برغم ان هو شايف ان هو ممكن كان يبقى سبب من الاسباب المباريات الثلاث اهداف قصدي اللي دخلوا في المباراه، لكن هو يتماسك ويركز اثناء ضربات الجزاء، واحنا عارفين دي بتبقى فيها شد عصبي جامد جدا، وكان ممكن الاهداف اثناء 90 دقيقه تاخد من تركيزه كتير في ضربات الجزاء، لكن هو ركز وفصل ان هو ما كانش موفق في ال 90 دقيقه صح. فصل دي خالص وابتدى يركز ان انا النهارده ممكن ابقى انا السبب في صعود نادي الزمالك للمباراه النهائيه، ودي اللي بتفرق في الخبرات اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت النهارده بيكون عندك خبرات تقدر ان انت ترجع امتى للمباراه، ترجع ان انت ترجع تركيزك اكتر ازاي، وان انت تتوقع، وعواد من الاجوال اللي بتتوقع كويس في ضربات الجزاء مميز فعلا في نهى الماتش. معلش كل الناس النهارده بتشيب عواد بضربات الجزاء اللي صعد بيها نادي الزمالك، وخلي بس انا ما بحسش برضو ان عواد كان ممكن يلام عليه، لان ضربات الجزاء دي انا بشوفها ضربات حظ طبعا، ممكن في لحظه عادي جدا تبقى مموت نفسك في الماتش، وتلاقي نفسك لا في ركلات الترجيح ما قدرتش، ولكن عواد صد مرتين في ماتش المصري لو تفتكرها تمام. فهو انا بحسه لا هو مميز فعلا زي ما انت قلت، بيقدر يتوقع يعني بيتوقع كويس. بعد كده ضربات الجزاء دلوقتي كمان ما بقت ان انا بقعد اتفرج على الفرقه اللي قدامي وبشوف ان انا لو في ضربه جزاء ممكن مين اللي هيشوطها، وبنسبه كبيره هو بيشوط في انهي زاويه وبيشوط ازاي. دلوقتي ضربات الجزاء ما بقتش زي الاول ان هي توقع بس، لا هي توقع ودراسه للخصم
انا بشوف الخصم بيشتغل ازاي وبتعامل معاه ازاي، وبشوف ان هو بيتحرك ازاي اثناء ما بيشوط ضربه الجزاء، هل بيقف قبلها، هل بيشوط مباشر، كل الكلام ده كله النهارده الاجوال بقت بتشتغل عليه، ويمكن ده ساعدهم كتير في حته ان انا اقدر ان انا اصد ضربات الجزاء. وزي ما انا بقول لك، هو النهارده قدر يوصل بنادي الزمالك للفاينل. في الاخر المباراه كل الناس نسيت الثلاث اهداف اللي دخلوا، وابتدوا يفتكروا عواد ان هو صد ضربتين جزاء، وهم دول كانوا من اسباب الصعود للنهائي. طبعا ده المباراه ما تتنسيش، المباراه فيها كل حاجه فعلا. المباراه بس يعني قد ما هي كانت موتره بس ممتعه. طبعا مباراه ممتعه للجماهير، لكن لما نيجي نبص فنيا هتلاقي في اخطاء، في اخطاء كتير جدا أكيد. على الجانبين. يعني انا كنت عايز باشيكو يعني يخطا، ما عندناش مشكله، لكن معتمد الله يكون في عونه، يعني كان بيحاول ان هو زي ما بقول كده انه يلصم فريق او يجمع فريق يلعب بالمباراه. واصلا فكره ان انا اقبل المهمه دي في الوقت القياسي دي بصراحه حاجه تحسب. لا اي يعني. حد من ولاد النادي ممكن يقبل المهمه في اي وقت. هي دي ميزه ولاد النادي، ان انت تقبل مهمه في اي وقت النادي يطلبك فيها. امال انت اسمك ابن الناس ازاي؟ هي ابن النادي بيتقال على المواقف دي وعلى الظروف اللي احنا بنتكلم فيها. ما يقدرش ابن النادي يشوف نادي الزمالك يتأخر عن النادي بتاعه. ابدا 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 طبعا. مواصفاتك ايه، او تشوف انك انت لو انت تتمنى حد لنادي الزمالك، وانت اتعاملت طبعا مع اجهزه فنيه كتير واكيد مترسخ في ذهنك صوره معينه للمدير الفني اللي انت تتمناه لنادي الزمالك، مواصفاته يعني. يعني اتمنى مدير فني بمواصفات فريرة. فريرة طبعا، لان انا اشتغلت مع فريرة كتير وشفته. انا اشتغلت مع مديرين فنيين كتير اجانب طبعا، لكن هو كان مش مدير فني للملعب فقط يعني. لا، فريرة كان بره الملعب بيشتغل اكتر من جوه الملعب، شخصية قوية جدا. وبعدين غير انه شخصيته هو الاستاف كمان. هو كان معاه استاف متكامل يعني في الفترة اللي أنا كنت موجود فيها، لما كان معاه نونو ومعاه بيدرو ومعاه المجموعة اللي كانت موجودة معاه، كان استاف كامل. نونو اللي كان ماسك فاركو بعد كده خلاص، وبيدرو كان محلل الأداء في الوقت ده. هو كان مع نونو في فاركو كان مساعد، لكن في الوقت اللي كان موجود معانا كان هو محلل الأداء. كان جهاز متكامل من كل حاجة، كل حاجة يعني. الناس دي ما كانتش بتسيب الهفوة تعدي، كان بيقعد معايا يتكلم في السفريه هتبقى عامله ازاي، والوقت الطيران هيبقى عامله ازاي، وهنسافر على طيران ايه، والفندق اللي هناك ايه، ويدخل اللي يشوف الفندق ايه ويشوف ايه المشاكل اللي فيه ونحاول نعالجها. اللعيبه كان بيقعد معاها ازاي، بيتعايش معاها ازاي. في رمضان كان بنفس التوقيتات اللي احنا بناكل فيه هو بياكل فيها، ما فيش حاجه اسمها يعني السحور عندنا قبل الفجر، كان هو بينزل ياكل معانا قبل الفجر، مش ان هو. فالنهارده الحاجات دي خلي بالك، الحاجات دي بتبقى مؤثره جدا مع اللعيبه جدا. لما بيلاقي المدير الفني والجهاز متعايش معاه، هو عمره ما هيخرج بره النص. يعني زي ما انا كنت بتكلم معاك دلوقتي، ما تجيش تقولي لي ان لو كان في وقت ما بين مثلا العشاء يوم مباراة بيراميدز، يوم مباراة زد، ومعاد الغرف، لو كان في التوقيت ده كله ان انا في اجتماعات على طول ما بين الجهاز وما بين اللعيبه، زي ما انا كنت لسه بشرح لك في الاوقات دي كلها، عمر اللعيبه ما كانت هتلاقي وقت انها تخرج فيه. لكن اكيد كان في وقت او متسع من الوقت كبير جدا اللي خلى اللعيب ان هو يفكر ان هو يخرج بره المعسكر. اتفهمني ازاي؟ فعشان كده انا بتمنى ان المدير الفني اللي يجي النادي الزمالك هو يضيف. لو ما فيش مدير فني يضيف للفترة الجاية، أنا أتمنى أن معتمد يكمل، لأن معتمد أدار مباراة بيراميدز، لا أدارها يعني أدارها بشكل كويس جدا، بالرغم أن الأوراق اللي معاه كانت قليلة جدا، لكن بصراحة أدارها بشكل كويس جدا جدا فنيا من بره خطوط. في وقت قصير كمان يعني، وقت قصير ما لحقش يشتغل. لكن انا قلت ان معتمد تفوق على باتشيكو في المباراة دي. باتشيكو غير غلط، وده من حسن حظنا، وفي نفس الوقت معتمد، لا معتمد ادار الماتش بشكل كويس جدا. بما ان احنا بنتكلم على اداره كابتن معتمد للمباراه، ناصر منسي كان بقاله كتير جدا برضه ما بيلعبش، نفس الكلام سامسون اكينيولا، يمكن سامسون اكينيولا كمان ما بيلعبش اكتر كمان من ناصر منسي. فكره ان انا افكر فيهم في المباراه والاثنين ينزلوا والاثنين يعني يعملوا فارق في المباراه والاثنين يسجلوا، فشفت ازاي التغييرات دي وايه اللي المفروض ابني عليه برضو مع الاثنين اللعيبه دول بالذات الفتره اللي جايه. الروح اللي اللعيبه اكتسبتها. خلي بالك انت النهارده بتتكلمي ان معتمد، انت زي ما انت ما بتقولي كده 48 ساعه. هو 48 ساعه انا متاكد يعني، من غير ما انا اكلم معتمد او اكلم اي حد من الجهاز، اكيد اشتغل نفسيا مع الولاد.
اكيد ال 48 ساعه دي كانت محاضرات وكلام نفسي كله ان انا اخرجهم بره. انت طالعه من هزيمتين من انبي ومن زد. انت فاهمه ازاي؟ ورايحه تلعبي فريق كبير جدا في سيمي فاينال كاس مصر. فالنهارده كانت اكيد الجلسات من الكباتن كمان، انت عندك شيكابالا، عندك عمر جابر، عندك الونش زي ما بنشوفه في كل الحالات موجود وبيتكلم مع اللعيبه، وشفناه في مباراه ارتا سولار. يعني شفناه بنفس الشكل ونفس الموقف ما بين الشوطين في ارتا سولار، وشفناه في نفس الشكل ونفس الموقف ما بين الشوطين مع عبد الشافي. لان عبد الشافي ده كمان يعني من الحاجات، يعني اقول لك على حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، ان انا في وقت من الاوقات ممكن اخد كابتن من كباتن او من كباتن الفرق انه يبقى موجود معايا في المعسكر. ممكن ما يلعبش، ممكن يكون لسه مش جاهز، بس اللعيبه الكبار ديت اثناء ليله المباراه هي بتفرق جدا، انهم بيبقوا قدوه للعيبه. لما اللعيبه تدخل وتشوف عبد الشافي ده قد ايه ملتزم وقد ايه متواجد وقد ايه في سنه دوت بيحترم النادي اللي هو فيه وبيحترم، هو هيبقى قدوه ليه. مش هقدر اعمل حاجه غير لما الاقي لعيبه كلها في سني وكلهم ممكن دماغهم قريبه من دماغي، مين اللي يقعد يتكلم معايا؟ مين اللي هيديني نصايح؟ مين اللي هيديني خبرات؟ الكلام ده كله. فالنهارده ان انت عبد الشافي ان هو يبقى لاعب الوقت، احنا بنتكلم على الشوط الثاني ولعب اكسترا تايم، طب معنى كده ان عبد الشافي كان ممكن يدخل مباراه زد. طبعا انت فاهمه ازاي؟ طب انت ليه ما دخلتوش مباراه زد؟ ما انت ما تجيش تقول لي ان في الاسبوع ده ان عبد الشافي بقى سليم وجاهز والكلام ده كله، ده انا مش هقول كمان اسبوع، احنا بنتكلم ان كانوا يعتبر ثلاث ايام، انت اديت يومين اجازه وانت حضرتك ما كنتش موجود الثالث، فبنتكلم في حوالي ثلاث ايام بس. هل النهارده عبد الشافي خفف ثلاث ايام واشتغل بدني واشتغل ان هو يبقى جاهز انه يلعب الوقت ده من المباراه؟ فعموما يعني الاخطاء كانت كتير في اوقات اسوريو، لكن انا زي ما بقول لك من الحاجات اللي عملها كويس جدا معتمد ان هو دخل عبد الشافي. ممكن يقولوا دخل على اساس ان هو ما عندوش باك ليفت، لا كان في سكر موجود باك ليفت، لكن النهارده انا بدخل اللعيبه الكبار عشان تبتدي تقعد معايا وتساندني في اثناء ليله المباراه. شيكابالا بيتكلم، عبد الشافي بيتكلم، هتلاقي مثلا عمر جابر بيتكلم زمايله، هتلاقي الونش موجود في المباراه بيتكلم زمايله، عواد من اللعيبه اللي عنده خبرات، مصطفى شلبي كان موجود، يعني كله كان موجود بيساند. لا انا بتكلم على كباتن الفرقه واللعيبه الكبار والخبرات، فعشان كده بكلمك ان كل دي كانت عوامل مساعده ان انت تقدر تصعد للفاينل في المباراه دي. ده مين تاني من اللعيبه اللي شفته برده كان فارق جدا في الماتش ده في مباراه بيراميدز ويقدر كابتن برضه ان هو يبني عليه المباراه اللي جايه، خاصه ان انت عندك بقى الكونفدراليه الفتره اللي جايه، فمباريات صعبه جدا. من اهم اللعيبه في الفرقه الفتره دي المسلوسي. المسلوسي طبعا ماشي بشكل كويس جدا، مساك يعني معتمد في الشوط الثاني، خلى المسلوسي يلعب مساك. فالنهارده المسلوسي بتعوزيه باك رايت شغال بشكل كويس، مساك بيشتغل بشكل كويس، من اللعيبه المحترفه الملتزمه جدا سواء خارج الملعب او داخل. عمرنا ما شفناه ان هو مثلا ما راحش التمرين عشان ما خدش فلوس، مع ان احنا بنشوف دي من لعيبه كتير من مصريين، مش هتكلم ده الاجنبي بالذات تبقى كارثه لما ياخدش المستحقات بتاعته، لكن عمرنا ما سمعنا ان المسلوسي عامل مشكله، عمرنا ما سمعنا ان هو راح اشتكى النادي، عمرنا ما سمعنا ان هو طالب. ويمكن كمان يعني من الحاجات، والجزيري شفنا برضو نفس القصه، عمرنا ما شفناه ان هو بيشتكي النادي، مع ان من اللعيبه برضو الاجانب اللي ما عندوش مشكله مع النادي، خد فلوس ما خدش فلوس اتاخرت شويه. يعني دول الاثنين من الاثنين لعيبه اللي انا شايفهم الناس زمالك لازم يحتفظ بيهم الفتره اللي جايه. شيكابالا يعني طبعا انا مش هقدر اتكلم على شيكابالا، لان انا شيكابالا هو رمز من رموز نادي الزمالك. فالنهارده شيكابالا النهارده هو بالنسبه له ان اللي بيعمله ده هو ده الطبيعي، هو الطبيعي، لان نادي الزمالك ده انا يعني انا الزمالك، هو شيكابالا بالنسبه له انا الزمالك. فالنهارده ده الطبيعي ان انا بعمله، ان انا حافظ على اسم النادي، ان انا قاتل عشان اسم النادي، ان انا اللعيبه ان انا اديهم خبرات، ان انا اشد اللعيبه، ان انا قاتل في الملعب عشان خاطر الجماهير، ان الجماهير بتعشق شيكابالا، العشق بتاع شيكابالا ملهم بالنسبه لهم طبعا، ما بيجيش من فراغ. خلي بالك هو النهارده شيكابالا في الملعب هو نادي الزمالك، هو ده القيمه والقامه بتاعت نادي الزمالك في اللعيبه. زي ما حضرتك ما قلت من شويه ان في لعيبه حتى لو شيكابالا مش هيلعب، حتى لو اسمه مش موجود في القايمه، بس هو لازم يبقى موجود طبعا، لازم جماهير الزمالك كده وهي في المدرج تبقى شايفه شيكابالا طبعا. هم بالنسبه لهم كده، هم نفسيا حتى كتشجيع لا بيفرق معاهم جدا. وشيكابالا كمان دلوقتي، انت شيكابالا لو ما لعبتوش المباراه بالكامل تلاقيه واقف بره اكن واحد من الجهاز طبعا، بيدي تعليمات وكده. طب شيكابالا خرج الماتش اللي فات، بص واقف مع معتمد ومجدي وعبد الواحد والناس بيدي تعليمات ازاي وبيكلم لعيبته ازاي، يعني شيكابالا دلوقتي كمان عقليته اختلفت تماما صح.
لاعب ما لعبش، لا هو متواجد ولازم يبقى موجود النهارده، حتى لو هو مش هيلعب لازم يبقى موجود، زي ما بقول ان عبد الشافي لحد ما هو يقرر انه يعتزل لازم يبقى موجود، انت فاهم ازاي؟ لازم يبقى موجود في السكور شيت، ويبقى موجود يأذن لعيبته ويدي خبراته ويتكلم مع اللعيبه. في بعض من الاوقات النهارده في التوقيت اللي نادي الزمالك السكواد بتاعه بالشكل ده والظروف بتاعت نادي الزمالك اللي كان بيمر بيها على المستوى الاداري الفتره اللي فاتت دي كلها، كان لازم اللعيبه الكبار تبقى متواجده، تبقى متواجده في السكور شيت، تبقى متواجده في المعسكر، تبقى متواجده، عشان النهارده عندك لعيبه صغيره كتير جدا انت بتكمل بيهم القايمه بتاعت المباراه، فالطبيعي ان يبقى في لعيبه كبيره موجوده. نيمار ومحمد طارق لما بيقولوا مين هيدي الخبرات للعيبه دي؟ مين اللي هيكلم؟ هل اللعيبه دي النهارده محتاجه تاني في الكوره حاجه؟ عبد الشافي احترف لاعب الحمد لله ربنا كرمه، عبد الشافي تعب جدا في الكوره في نادي الزمالك قبل ما يحترف والكلام ده كله، لان انا عاصرت عبد الشافي من زمان من 2011 في الفريق الاول. الناس لحد النهارده مستغربه ازاي عبد الشافي ده ما بيعملش ولا مشكله. لا هو ما بيعملش مشكله، مستغربين كان حاجه مشكلة كان العادي ان البني ادم يعمل مشكله. لا هو بيعمل مشكله في المعسكرات بس، خلي بالك عبد الشافي كارثه يعني الناس فاكراه هادي وكده وبتاع، لكن هو بره كقصه ثانيه خالص يعني. الناس فعلا واخده فكره طبعا. لكن انا بس بتكلم ان انت النهارده، لا انا شايف اللي حصل في مباراة بيراميدز السكواد اللي خده معتمد للمباراة والكلام ده كله، لا انا شايف ان يعني كل حاجة كانت ماشية صح، كل حاجة كانت ماشية صح في اثناء ليلة المباراة. تنصح بايه بقى الجهاز الفني بعد المباراة دي؟ القفلة، القفلة. انت محتاج، نادي الزمالك محتاج يتقفل عليه شوية، محتاج ان الكلام يقل والشغل هو اللي يبقى اكتر، محتاجين ان كل فرد من افراد الجهاز، من اول هقول من الولاد اللي موجودين في اوضه اللبس، من خلاص كله يقفل بقه شويه، كله يشتغل. هو ده اللي محتاج، الحاجات دي هي اللي بتجيب البطولات، هي الحاجات دي اللي بترجع الفرق. صح. ان كل واحد يشتغل شغله بس، محدش يدعو بشغل التاني. النهارده الخدمات المعاونه هم الولاد اللي موجودين، عمال اوضه اللبس، الجهاز الاداري، جهاز اداري، جهاز الطبي، جهاز طبي، جهاز الفني، جهاز، كل واحد بيشتغل شغله بس ما حدش يدعوه بالتاني. لو كل واحد عارف ايه المهام بتاعته، ايه الشغل بتاعه، وعملها على اكمل وجه، اكيد في الاخر هيبقى في نتائج اكيد. فاتمنى ان الفتره اللي جايه ان فريق، ان النادي كله يقفل على نفسه شويه. خلاص يبقى في النهارده في متحدث رسمي موجود مجلس اداره. صح. عينه اكيد هو ده اللي هيطلع يتكلم، هو اللي هيقول الاخبار المسموح بيها. اي حد من اعضاء مجلس اداره عايز يتكلم هيتكلم طبعا، وهيقول كل الحاجات اللي عايز يتكلم فيها. الفتره اللي جايه هي محتاجه الشغل الاكتر، مش محتاجه الكلام الكتير، هي محتاجه الشغل الاكتر ونقلل الكلام شويه. بمناسبة الكلام، نصيحتك ايه برضو لجماهير نادي الزمالك، خاصة ان كل شوية بيتردد على موقع التواصل الاجتماعي والله دول هيجيبوا المدير الفني الفلاني، وابتدوا بقى الناس ايه اللي يتغزل واللي ينتقد، وابتدي بقى معلومات مغلوطة كتير جدا حول القصة دي. انا بقول دول مش جمهور الزمالك، ممكن تبقى لجان، بعض اللجان بتحاول انها تعمل تشتت الفترة اللي جاية للجماهير. اتمنى ان جمهور الزمالك، خلي بقى جمهور واعي جدا، جمهور عارف هو بيعمل ايه، عارف امتى يشجع فريقه، عارف يبقى امتى موجود ورا فريقه. زي ما احنا كنا بنقول كان الجول يدخل والجمهور يشجع اكتر، ما شفناش ان الجمهور تطاول على اللعيبه، ما شفناش الجمهور هاجم اللعيبه، بالعكس ده لحد اخر ثانيه بيشجع اللعيبه. عواد اخفق اثناء المباراه، طول ضربات الجزاء جمهور الزمالك بيشجع عواد، فده يبين لك قد ايه جمهور نادي الزمالك هو فاهم وواعي، وعارف امتى يقف ورا لعيبته، وعارف امتى يقف ورا النادي بتاعه. لكن انا كل اللي احنا بنقراه، ومش كل حاجه بتبقى من جماهير نادي الزمالك، لا، هو جماهير نادي الزمالك بتتمنى ان يكون افضل مدير فني في العالم يبقى هو مدير فني للزمالك، هو ده اللي بتتمناه طبعا. لكن في نفس الوقت النهارده عمر، بص يا معلم، النهارده عمر ما في مدير فني كل الناس هتتفق عليه خالص. يعني النهارده ما تجيش تقولي لما فريرا جه كانت الجماهير نادي الزمالك تعرفه، لا ما كانتش تعرفه، كان قبليه باتشيكو موجود معانا قبل ما يمشي، جه بعد كده فريرا، انت فاهمه ازاي؟ لما اشتغل واثبت وقد ايه، ابتدت الناس تتابع ان ده مدير فني كبير، ده مدير فني عالمي، انت فاهمه ازاي؟ فالنهارده لا، انا بقول ان اللي موجود على السوشيال ميديا هي ممكن بعض اللجان عايزه تعمل تشتت كبير، ويمكن اللي خلى الحاجات دي تهدى شويه، خلي بالك ان انت الزمالك كسب. صح. خلي بالك الزمالك لو ما كانش كسب كنت هتلاقي الايام اللي فاتت دي كلها ضغط رهيب على مجلس الاداره، بس هو مش هيبقى بس خسر، هو كان خرج من خرج لا من، وكنت هتلاقي في ضغوط كتير جدا، وهاتوا فلان واعملوا فلان. النهارده المكسب ده خلى
الامور تهدى، خلى التفكير ما يبقاش تحت ضغط، التفكير بهدوء، الكلام ده كله، الفتره الجايه هنشتغل ازاي، وكمان ان انت عندك توقف كبير، التوقف الدولي بتاع المنتخب، الاجنده الدوليه والكلام ده كله، فكل الكلام ده كله جيب الاجاب على نادي الزمالك بعد مباراه بيراميدز. ده حقيقة. بما انك بتتكلم على ان لو حصل كان بعد الشر يعني خساره، وكانت تقول لك هات فلان وسيب علان ومشي فلان، وهيحصل فعلا كلام كتير، بان انا برضه داخلين على ميركاتو الشتاء، مين اللعيبه اللي تتمش مش لعيبه تتمناها يعني، خليني اقول لك تتمنى الميركاتو الشتوي اللي جاي ان شاء الله يكون لنادي الزمالك شكله عامل ازاي؟ معلش احنا عندنا خطوات، الاول اهم حاجه ان احنا نرفع الايقاف عن القيد، طبعا ده الاهم، انت فاهمه ازاي؟ بعد كده ان انت النهارده الاحتياجات، يعني يقول لك الاهم ثم المهم، انت النهارده في بعض المراكز انت عندك فيها احتياجات كتير، واهم حاجه ان انا اكون اللعيبه اللي هجيبها هي تضيف، واتمنى اللعيبه المحسوبه علينا كمحترفين اللي احنا مش مستفيدين منهم، اتمنى ان هم ما يبقوش موجودين. لو احنا حتى بنتكلم، معلش النهارده كانت الناس بتقول لك اسوريو عنده شرط جزائي والكلام، طب ما هو طول ما هو موجود كان هياخد فلوس، طول ما هو موجود كان هياخد مرتبه، وبرضه ليه شرط جزائي لما تيجي تمشيه. برضه نفس القصه، النهارده اللعيب المحترف لو انا مش مستفيد منه، طب ما هو كل شهر موجود، ما هو هياخد فلوس مني، بل بالعكس ده هو بيضرني كمان، ما بينفعنيش. صح. ممكن اقعد واتكلم معاه واتفاهم معاه واجدول له مستحقاته الفتره اللي جايه، واجيب وكيل اعمال واتكلم معاه، بس اهم حاجه اجيب لعيبه تفيدني. انا ما ينفعش ان انا يبقى عندي خمس لعيبه محترفين والنهارده اللي بيلعب معايا واحد او اتنين منهم بالكتير، فاهمه ازاي؟ فانا الخمسه، لا انا محتاج الخمسه دول، لان انا داخل على بطولات كتير. انا النهارده عندي الكونفدراليه، دوري المجموعات انا داخل عليه بشكل قوي، النهارده عايز احقق البطوله ديت. اي نعم مش اهداف جمهور الزمالك ان انا اخد كونفدراليه، لا انا اهدافي ان انا اخد دوري الابطال. دوري الابطال ان شاء الله. فاهمه ازاي؟ النهارده عندي حاجات، عندي تكمله بطوله الدوري اللي انا، معلش انا النهارده لعب ست مباريات ب 18 نقطة، أنا خسران 10 نقاط في ست مباريات، عمري ما نادي الزمالك حصل كده في بداية الموسم. فطبعا الكلام ده كله أكيد يعني أتمنى إن اللعيبة اللي هتيجي حتى لو عددها قليل، أنا أهم حاجة إنها تبقى إضافة، ما تبقاش شبه اللعيبة اللي لو موجود. عددها قليل تتمنى نركز على أي مراكز داخل الفريق؟ عندك مشكلة في مركز المساك، وخصوصا في غياب الونش. إن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة. خلاص يعني في أخبار سعيدة أنه قريب جدا. طبعا محتاج سنتر فيرويد قوي، أفريقي قوي مع الجزيري ومع ناصر منسي. محتاج النهاردة في بعض اللعيبة اللي تحت السنتر فيرويد، النهاردة أنا النهاردة ما يعني عندي أوباما وزيزو ومصطفى، خلاص عندي الثلاثي دول وشيكابالا. طبعا انا بتكلم في دول، النهارده اي حد بيغيب بيأثر بعد ما كان عندك في المكان ده كمان مصطفى فتحي، وكان عندك بن شرقي، وكان عندك اوناجم، كان عندك في المكان دوت يعني قطره رهيبه. انت فاهمه ازاي؟ النهارده كمان مركز 8 بقى اللعيبه فيه قليله، احنا النهارده بنتكلم بقى عندنا في سته، بنتكلم في رؤى، بنتكلم في دونجا، بنتكلم في عمرو السيسي، لكن النهارده ما عندكيش مركز 8 اللي هو كان زي امام عاشور او زي فرجاني او اللعيبه دي، النهارده انت عندك نقص في المركز دوت. فالنهارده في دي بعض المراكز اللي نادي الزمالك النهارده عنده مشكله فيها بشكل كبير. بما انك جبت لي سيره اوباما، وانا يعني نسيت اكلمك على اوباما، وقد ايه مستوى اوباما يعني بعد العوده لا مختلف، وبقى يعتمد عليه في مباراته، بقى جماهير الزمالك دلوقتي في كل مباراه بتتكلم ان هو مان اوف ذا ماتش. يعني مش بعد العوده، بص احنا برضو زي ما اتكلمنا على فيريرا ان هو مدير فني كبير، خلي بالك هو اوباما اصعب فترات لي في اللعب هي كانت مع فيريرا، سواء في الولايه الاولى لما انا كنت موجود، لان كان فيريرا ما بيلعبوش لبعض من الاوقات، كان بيلعب اوباما في المباريات الوديه كان بيلعبه باك رايت، انت فاهماني ازاي؟ وطريقه لعبه اللي كان بيلعب بيها كمان فيريرا في الفتره الاولانيه، هو اوباما اكتر مركز بيوجد فيه هو اللي تحت الراس حربه، اللي هو بيقدر بيدخل راس حربه تاني، بيجي بوشه ويبقى موجود جوه ال 18. لما نيجي نبص على اكبر الفترات اللي اوباما تالق فيها هي مع كارترون، لانه كان بيلعب في المركز اللي هو بيجيد فيه بشكل كويس. النهارده اوباما برضو، تعالوا نشوف النهارده في المباراه اللي فاتت لما رجع لمركزه، لما نزل ناصر منسي وابتدى هو يلعب تحت السنتر، اوباما ظهر، شفناه اتحرك ازاي في الجول بتاع سامسون، شفناه ان هو بقى ينزل يستلم ازاي، ابتدى يتحرك ازاي، ابتدى يبقى ليه تواجد. النهارده هو ليه مركز معين
كان بيجيد فيه بشكل قوي جدا. صح. لما النهارده هناخده من مركزه ونوديه مركز ده، مش كل اللعيبه تقدر تلعب في 3-4 مراكز. اوباما بيجيد في الحته دي، واوباما من اللعيبه اللي هي بتقاتل عشان اسم النادي وابن من ابناء النادي، والروح بتاعته عاليه جدا. صح. وبتفرق معاه. يعني انا شفته في كوره ممكن تكون في ناس كتير ما خدتش بالها منه، في مباراه زد في كوره هو اللعيب اللي هو اسمه زيكو بتاع زد يعني بيتقل على الكوره كده بلغه الكوره شويه بيقف. انا شفت اوباما الغل بتاعه والروح بتاعته في كوره دخل معاه بقوه. انت فاهمني ازاي؟ النهارده مش نازل زمالك ان انت تعمل معاه كده، او مش نازل زمالك ان انت تقف على الكوره، او ان انت بتتقل على الكوره. لا، مش نازل زمالك اللي فدي بتبين بقى قد ايه انا بحب النادي، قد ايه روح، قد ايه ده ما ينفعش انت تعمل كده في وجود اللعيبه الكبيره، او انت بتلاعب نادي كبير ما ينفعش تعمل الكلام ده كله. ففي بعض الحاجات كده ان انت ممكن تلقطها اثناء المباراه. فاوباما من اللعيبه اللي طبعا لازم اشيد بيهم، وان هم ما ينفعش يغيبوا عن نادي الزمالك الفتره اللي جايه. دي حقيقه. حقيقة عندي اسئله لسه كتير جدا، والكلام لسه يعني انا محضره كتير جدا والله يا كابتن عشان انت موجود. لا طبعا. الوقت يعني ما سمحش، ولكن عايز اروح معاك دلوقتي لاجابات الناس على سؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا مع بعض نروح لسؤال الحلقه النهارده واجابات حضراتكم عليه. وكان سؤالنا: بعد اعلان قائمه مباراتي جيبوتي وسيراليون، توقعاتك لمشوار المنتخب الاول في تصفيات كاس العالم. عمر كرم كمال: مساء الخير والسعاده عليك يا ماما، بشكرك جدا. توقعاتي كل الخير للمنتخب، وان شاء الله يقدم كره طليق بالفراعنه، وان شاء الله سنفوز على سيراليون وجيبوتي، في عناصر تستحق المنتخب، ولو اخذوا فرصه هيقدموا اجمل ما لديهم، بس اختيارات فيتوريا له كل الاحترام فيها. عبدو منصور: مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا جدا جدا. القايمة كويسة جدا ومتقاربة بالقايمة الأخيرة، بإذن الله الماتشين يكونوا في المتناول ونحقق الفوز وتكون انطلاقة كويسة في مشوارنا في تصفيات كأس العالم. أحمد المغاوري: مساء الخير عليكم، بشكرك جدا. أولا كل الدعم لمنتخبنا الوطني في بداية مشواره للوصول لكأس العالم، وكل التوفيق للاعبين والجهاز الفني ولمنتخبنا الوطني. زملكاوي طنطاوي وأفتخ. أحمد الخطيب: مساء الخير والسعادة، بشكرك جدا يا أحمد. أتوقع فوز منتخب مصر في المباراتين، وإن شاء الله هتتصدر المجموعة بإذن الله، والاختيارات جيدة وموفقة، وكل الدعم لمنتخبنا الوطني في بداية مشواره للوصول لكأس العالم. كل التوفيق للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني فيما هو قادم. عايز حضرتك نفس السؤال، يعني توقعاتك إن شاء الله لتصفيات كاس العالم لمصر في اللي مباراتي جيبوتي وسيراليون؟ اكيد طبعا النظام الجديد بتاع الصعود لكاس العالم طبعا اللي موجود السنه دي مختلف طبعا، لان بقى دلوقتي 9 فرق من افريقيا وممكن كمان يبقوا 10 في الملحق زي ما بنقول كده. ومصر النهارده يعني هي على راس المجموعه، هي في الرانكينج من الفرق اللي هي موجوده على رؤوس المجموعات. نتمنى ان شاء الله المنتخب ماشي بشكل كويس مع فيتوريا، السكواد بتاعه ماشي يعني افضل اللعيبه، انا شايف افضل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي هو الراجل مش مصر، ابتدى يحط ايده خلاص على المجموعه اللي تقدر تبقى موجوده دلوقتي. مباراتين مش عايز اقول ان هم في المتناول، لكن مباراتين مهمين جدا، وخصوصا ان احنا معانا فريق قوي في المجموعه هو بوركينا فاسو. بوركينا فاسو كان ممكن يبقى موجود على رؤوس المجموعات، الرانكينج بتاعه فرق يعني بحاجه بسيطه جدا، كان ممكن يبقى موجود. فيعتبر ان في 2 مصر وبوركينا فاسو كانوا ممكن يبقى مستوى اول في التصفيات. فعشان كده انا بتكلم ان انت البدايه بتفرق معاك جدا، الست نقاط دول مهمين جدا في بدايه المشوار، هم دول اللي هيدوك الدفعه قبل مباراه بوركينا فاسو. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نحصد الست نقاط بتوع المباراتين دول باذن الله. باذن الله. كابتن نورتني وتوعدني ان دي ما تبقاش اول واخر مره. ان شاء الله طبعا، ده بيتي وقناتي وقناه النادي وقناه كل زملكاويه، وببقى سعيد جدا وانا موجود معاكم طبعا. بشكرك جدا، نورتني يا كابتن. بشكرك. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعه، شكرا.